أكيد لا ومحسن تهاي مجلة بسمارية عاصمة الجيل مدرج وحاكسة وقرر يمدحون أحمد دعالة الجيل لحاف أول ما أقصه قلنا مجلة بسمارية بس لما كاتينا كلهم ترى دوان إلا قادنا يل مسؤولين كذا سر مام وكه الجيل مدرج أيام ما أنتي كن كده أو بحاي مجلة عاجو واقر طيب يا الله سعد أو بحتان كيس كويلية وراك قارئ يا إيد لو شجع يا إنت راكير كتر سن معمول كجل مدو جرب كي على الصناعة يكون اللي أنا سفر كيسة وها وراك قارئ يكون شجر يعني مدى حكومة الجل مدو الشيخ محمد شاكر على حسن أو كذا بضع كذا بضع حي ملكي أو بحي مدحوينه وها رأي اللي شجع يا إن مدى حكومة ده هو كذا بضع حي إنه مدحوينها صراحة اللي سن مركز مدو هو شعري مقالة بس تمهد بس أو كذي جدي أحمد على جل حاس مدحوينها جل مدو واقرتي مركا ماشي الرسمي هان ووجهن يهي ملحق يجي مع ذاته مسيقال كعيو وحا انت بضل بذكو هذا الحيانا بشكل دون احمد دعالة وسيمار الدونة مقالة عداده ومغلس يقول بالدونة وقول بالدونة دقمة دقال كعيو عسوك وزيرك مالية المام بطل مدوك سبيل سيادة وحالة حقيقية ان دقمة عداده على مال الولد سوالة ويدونة مدحوينها قل مدوك سلامركا سينالوسي قل بالدونة دقمة دقال كعيو مدح حكومة الجل مدوغايا شاكتاي إن إسنا أوباحي ما إسراعين مسي مركي أوباحي أمبو إساقونا كدبتاكي مدح وينها مركي أوباحي مدعي مدح حكومة كدن بيهي وحانا وكور قليلين وشوغو سي أوحا ليو رينكا أو كوباحي مدح حكومة أفاكي مغالا وكدبتاكي وينا وحا وركو شيري ميشي وذا جوغان لبدو دي أو زي أحمد دعالنا وصفية أمبهن مدح حكومة دانا أوصول لعبان waagirtay ee iga waran sida kala kulamadi maanta ee magaalada ka socday bal ee wafdiga dawladda iyo maamulka madaxda ahlus sunna maxay ka wada hadlayeen madaxda ahlus sunna ayaa kulamo kala duwan la qaatay axmed ducaale geel xaaf wala wasiirka arrimaha gudaha federaalka oo san madaxweynaha galmudu oo soo u yimid oo san hal kulan la qaadan axmed ducaalena oo iskaga diiday in uu لا كل ما هو زيركو وها وراك خارج شيء إن ماذا هو إنه كوب حي إلا يري وها إيمانه يوفد يهرب آخر الوزراء الصومالي حسن على غير أو رش شيء إنه السجن إن وفد غيره ولو غير إن السجن إنه بريء سكر واحد يسجر مغلطة دوس مرب ما لحق يجي إن رجل وزارة غير ودوس مرب تجيو انت بدن حقيقه يا لغو شيغيا ان رئيس الوزراء او دوس مرب ايمان ايو خيل غار وراك انت بدن هذا الحياة يا in ay raborka lagu diyaarinayo soo dhaweyntii wafdiga hordhaca oo ahaay ra'iisul wasaare qeexe oo maanta dambe la filayay inay yimaadaan oo in xilligan muddo dhan la sugay inay soo gaaraan dhuusa mareeb way ay sida guud xaaladda magaalada dhuusa mareeb waa sidee mooli jiro guud ee magaalada dhuusa mareeb ayaa ah mid degan walaal ay jiraan degmooyinka ka tirsan maamulka galmudug qaarkood oo soo dhaweeyay in maamulku ay doorasho galaan xaaladda siyaasadeedna isbedesho halka magaalada dhuusa mareeb jirgoodi mid degan waaye kulamo hoos hoose ayaa masuuliyiinta iyo maamulka galmudug u kala socday wufud ka timid magaalada muqdisho jooga magaalada waa mid degan walaal ay jiraan ciidamo ka maamulka ahlus sunna oo geesaha magaalada ee u amabaxay si ay u xaqiijiyaan amniga magaalada dhuusa mareeb.